بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمشيئة ربنا نحل مع بعض المحافظة رقم 7، محافظة القليوبية، موجودة معانا صفحة 188 كتاب الأضواء، طبعة 2023. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. رقم 1: غاز ينبعث نتيجة احتراق المواد العضوية. المواد العضوية زي الفحم أو الخشب أو البترول، دي بيسموها مواد عضوية. طب الغاز هنا لما أولع أي حاجة من دي هيطلع غاز إيه؟ طبعا اسمه غاز مين؟ ثاني أكسيد الكربون. يبقى رقم واحد غاز ثاني أكسيد الكربون. رقم 2: مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. طبعا ده تعرف مين؟ الكتلة. رقم 3: المواد التي تسمح بانتقال الحرارة خلالها. طالما بتسمح بسميها مواد جيدة لتوصيل الحرارة. المواد جيدة التوصيل للحرارة زي الحديد، زي النحاس، زي الألمونيوم، أي معدن عندنا. رقم 4: أداة تستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان، بسميها الترمومتر الطبي. محدش يقول لي ترمومتر ويسكت، عشان هنا قال لي ايه؟ حدد هنا جسم الانسان، فاقول له الترمومتر الطبي. الترمومتر الطبي، وطبعا ده متدرج من 37 الى 42 درجة. السؤال اللي بعد كده: علل. رقم 1: وجود اختناق في الترمومتر الطبي. اقول له الاجابة برقم 1: لمنع نزول الزئبق بسرعة إلى المستودع، فنتمكن من القراءة الصحيحة. رقم 2: يوجد المخ داخل الجمجمة. والجمجمة مهمتها إيه؟ عشان تحمي مين؟ علشان تحمي إيه؟ المخ. يبقى أقول له لحماية المخ من الصدمات، أو ممكن أقول حماية المخ وأسكت وخلاص. تعالى مع بعض السؤال التاني، بيقول لي هنا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من أدوات قياس الوزن، الوزن بيقيسوا بإيه؟ ميزان حساس؟ لا، ده بيقيس بيه كتلة. ميزان زنبورقي؟ أيوه هو ده. طب أمال ميزان ذو الكفتين؟ طبعا بيقيس بيه برضك إيه؟ الكتلة. تمام، طبعا ده كتلة اللي هي الأجسام الكبيرة، ودي كتلة اللي هي الأجسام اللي هي الصغيرة. يبقى عندي اللي هو الإجابة اللي هي مين؟ اللي هو الميزان الزنبورقي. يبقى عندنا رقم 2 إجابة السؤال الثاني. رقم واحد الميزان الزنبورقي، قلنا ده بنستخدمه في قياس الوزن. رقم 2: يسمى النيتروجين باسم الأزوت، غاز الحياة القاتل الصامت. طبعا بنسميه مين؟ اللي هو ايه؟ الأزوت. طبعا الغاز ده لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، ولا يستخدم في عملية مين؟ التنفس. رقم 3: عدد فقرات العمود الفقري 31 32 33 34. طبعا كام؟ 33 فقرة. رقم 3: 33 فقرة. رقم 4: أي من المفاصل الآتية محدود الحركة. يعني إيه محدود الحركة؟ يعني بيتحرك في اتجاه واحد فقط، زي مفصل الكوع أو مفصل الركبة. كتف طبعا ده واسع الحركة ما ينفعش، الفخذ ده واسع الحركة ما ينفعش، الكوع طبعا صح، المعصم واسع الحركة، يبقى نختار مين؟ اللي هو الكوع. يبقى رقم 4: مفصل الكوع. السؤال اللي بعد كده: ماذا يحدث عند رقم 1 الإسراف في تناول المواد المنبهة كالقهوة؟ يا ترى إيه اللي يحصل؟ طبعا بتؤدي إلى زيادة ضربات القلب. يبقى رقم ب، أقول له تؤدي إلى زيادة ضربات القلب واضطرابات في النوم. الواحد ما يعرفش ينام كويس، وكمان بتؤدي لإيه؟ التوتر العصبي. والتوتر العصبي كل ده بيتسببه مين؟
اللي هو الإسراف فين؟ في تناول إيه؟ اللي هو القهوة. السؤال رقم 3، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم 1، عدد الأعصاب التي تخرج من الحبل الشوكي 62 عصب. صح ولا غلط؟ احنا عارفين هم عددهم كام أصلا؟ عددهم 31 زوج. يعني ايه 31 زوج؟ يعني هضرب 31 في 2 يطلع لي كام؟ 62 عصب. فالكلام ده صح، فكده أول عبارة صح عندنا. إجابة السؤال الثالث، يبقى أول عبارة زي ما احنا اتفقنا صح. صح ليه تاني هنقولها؟ احنا قلنا عدد الأعصاب الشوكية كام؟ 32، 31 زوج، دي اللي هي الشوكية. وعندنا مخية عددها كام؟ 12 زوج. 12 زوج يعني هضربها في 2 يبقى 24 عصب، تمام. وعند دي هضربها في 2 يبقى كام؟ 62 ايه اللي هو ايه عصب، دي اللي هي مين؟ الشوكية. فعشان كده بنقول عليها صح. رقم 2، يتحكم النصفان الكرويان في ضربات القلب. طبعا الكلام ده غلط، ده المفروض اللي بيتحكم في ضربات القلب اللي هو مين؟ اللي هو النخاع المستطيل. يبقى رقم 2 اقول له غلط، ولو احنا طالبين هنا تصحيح هنشيل اللي هو النصفان الكرويان، النصفان الكرويان هنشيلهم ونكتب مكانه مين؟ اللي هو النخاع المستطيل، لو هو طلب مني تصحيح. بس خلي بالنا. رقم 3، تختلف كتلة الجسم من مكان لآخر. هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط، هي طبعا الكتلة لا تختلف باختلاف المكان، سواء على الأرض سواء على القمر في أي مكان الكتلة ما بتتغيرش. رقم 4، تصنع مقابض أواني الطهي والقدور من النحاس. طبعا الكلام ده غلط، يبقى رقم 4 أقول له غلط، هنشيل كلمة النحاس ونكتب مكانها اللي هو الخشب أو البلاستيك. السؤال اللي بعد كده، اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي. أول حاجة القفص الصدري، ده رقم 1، القفص الصدري مهمته إيه؟ أقول له حماية القلب والرئتين، وكمان بيساعد في عملية الشهيق والزفير التنفس يعني. رقم 2 أهو شرطة، يساعد في عملية التنفس. رقم 2، طبقة الأوزون، هقول له حماية الأرض من خطر الأشعة الفوق بنفسجية، طبعا دي أشعة ضارة تسبب أمراض زي مرض السرطان. نيجي بعد كده إجابة السؤال الرابع، إجابة السؤال الرابع، أول حاجة عندنا كده، صوب ما تحته خط فيه العبارات الآتية. رقم 1، كتلة لتر ماء مقطر تكافئ 100 جرام. لا هي مش 100، هي 1000، تكافئ قد إيه؟ 1000 جرام. يبقى نشيل 100، يبقى رقم 1 هنشيل 100 ونكتب مكانها كام؟ 1000 جرام. رقم 2، يعتبر الحديد أسرع معادن توصيل للحرارة. هنشيل الحديد ونكتب مكانه مين؟ النحاس. النحاس. رقم 3، لهب الأكسوستيلين يستخدم في طهي الطعام. طبعا نشيل طهي الطعام ونكتب ايه؟ قطع ولحام المعادن. قطع ولحام المعادن. رقم 4، جسم الخلايا العصبية مغلف بطبقة دهنية. هنشيل الجسم ونكتب مكانه ايه؟ محور الخلية. نشيل الجسم ونكتب مكانه محور. السؤال الأخراني، آخر سؤال، جسم وزنه على سطح القمر، مديني مرات على سطح ايه القمر؟ 5 نيوتن. أوجد وزنه على سطح ايه الأرض. عشان أجيب هنا وزنه على سطح الأرض هضرب اللي هو وزنه على القمر في كام؟ في 6. يبقى أقول له كده رقم 1، يبقى رقم ب وزن الجسم على سطح الأرض بيساوي وزن الجسم على سطح القمر في كام؟ في 6. طب هو مديني الوزن على القمر بكام؟ بيدوني ب6 ولا ب5؟ لا ب5، 5 نيوتن. يبقى بيدوني بكام؟ ب5. يبقى عندي 5 في كام؟
خمسة في ستة هيطلع لي كام؟ 30. 30 هي أنا بجيب الوزن، وحدتي إيه؟ النيوتن. الحاجة التانية عاوز كتلته على سطح إيه؟ القمر. إحنا عارفين طبعا الكتلة لا تتغير بتغير إيه؟ المكان. طيب فدلوقتي مهمتنا إن إحنا نجيب مين؟ اللي هي الكتلة. بس هنجيب الكتلة على مين؟ على الأرض، عشان هو مديني الوزن على مين؟ على إيه؟ على اللي هو القمر زي ما إحنا قلنا. إحنا دلوقتي حسبنا وزنه على مين؟ على إيه؟ على الأرض. فهنبدأ نجيب دلوقتي مين؟ كتلة الجسم على سطح الأرض. يبقى عند كده نكتب القانون بتاعنا الأول، يبقى رقم 2 كتلة الجسم على سطح الأرض بيساوي شرط كسر وزن الجسم، وزن الجسم على سطح الأرض، هقسم الكلام ده على كام؟ على 10. طيب احنا لسه جايبين على وزن الأرض بكام؟ ب30، صح ولا لا؟ 30 عندي اهو. يبقى اقسم 30 على كام؟ على 10. يبقى بيساوي 30 على 10 هيطلع لي كام؟ صفر، هيروح مع الصفر. 3 على 1 فيها ايه؟ 3. وانا بجيب هنا الكتلة، خلي بالي الوحدة بتاعتي ايه؟ كيلو جرام. يا رب يكون فهمنا. ما تنسوناش من صلاح دعواكم. كان معكم مستر طارق، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.